السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز عبدي، دايرين بخير لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بصحة جيدة وأحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناة. الله يحفظكم والله يكبر بكم والله يضمنكم والله ييسر أموركم. والعبدي راه ما كاين غير جو جاب. اليوم جيت نشارك معكم واحد الجولة بمدينة أسي وخصوصا كورنيش سيدي بوزيد في كافي ليلو شاطان كيف ما كتشاهدوا معنا الاخ يزيد. مرحبا بنا عندكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظك. كافي في المستوى دول مع الجمهور باش يعرفوا هاد البلاصه ويعرفوا هاد المنطقه. بالنسبه مثلا الجاليه او الناس من المدن المغربيه الاخرى الا بغاو يجوا لمدينه اسي، انت اللي غادي تعرفهم بالمنطقه اكثر مني انا. المدينه ديالنا كتمتع بشحال من حاجه اللي مدينه اسي زينا، يعني مدينه كنقولوا حنا عاصمه ماشي عاصمه الاسماك بمعنى اصح، وحاضره المحيط، حاضره المحيط وصناعه الخزف والصيد البحري والسياحه. لان العديد من الناس كيسولوني مثلا اشنو من بلايص اللي زوينين خصنا نمشيو لهم في مدينه قاسي. بزاف من البلايص اللي مزيانين واحسن بلاصه اللي هي سيدي بوزيد واللي تواجد فيها قهوه ليلو شاطان اللي تبارك الله كلشي الناس كيشكروها وكيقول لك زوينه. تبارك الله ما شاء الله، يعني حنا جربناها اليوم عندكم في المستوى. شكرا في المستوى. الشيء اللي بغيت نقول لكم كيف ما كتشاهدوا هانتوما استقبال رائع، استقبال في المستوى، النظافة، الجودة، حسن الضيافة، الكرم، دراري زوينين، الطبيعة، تبارك الله عليكم. دراري زوينين عمر، جيو عندي سولوا عليا أنا. أنا عبد الله سولوا عليا. أخ عبد الرحمن الله يحفظكم الله يضمنكم الله ييسر لكم. كيف ما كتشاهدوا كيف قلت لكم هذا يعني العديد من الاخوات كيسولوني كيقول لي عزيز مثلا اشنو من بلاصه نمشيو ليها في اسفي. احسن منطقه في اسفي هي سيدي بوزيد عندنا كيف ما كتشاهدوا. ودابا صورت لكم من الداخل باش غنخرج نصور لكم من برا، لان طالع الكورنيش ديال البحر باش غادي تشوفوا اسفي. يعني من القمه من الفوق هنا هذا الداخل ديالها كيف ما كتشاهدوا. هنا لاطيراس كاينين شي ناس، ما المهم احتراما لهم باش ما نصوروهمش. المهم هانتوما كيف ما كتشاهدوا لاطيراس هو هذا على برا، وبالنسبه للداخل ديال الكافي هو هذا الاسم ديال الكافي. من هنا كيف قلت لكم هانتوما الكورنيش ديال سيدي بوزيد هو هذا. شاطئ البحر ديال مدينة أسفي في الأسفل جنب المرسى. وها العبدي هو جالس قهيوة مفرشخ ليه مع راساتو والأصدقاء ديالو، تحية ليهم من هذا المنبر ومرحبا بهم في مدينة أسفي.
كي قلت لكم هانتوما اللور ديال الكافي اللي كنا جالسين فيه، وهذا هو سيدي بوزيد، وهذيك راه هي بانوراما اللي كتشوفوا فيها. وكي قلنا هذا هو لاكور ديال سيدي بوزيد، ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. ودابا كيف قلت لكم كتشاهدوا هذه سيدي بوزيد ان شاء الله. دابا حنا ان شاء الله باش غادي نهبطوا للمدينه لتحت ونوريكم الجوله ديالنا في مدينه اسفي، ومرحبا بكم. بالنسبه للكافي كي قلت لكم هي هذه، ها هي اللي كنا فيها. مرحبا بكم ان شاء الله ومرحبا بالجميع. هنا كيف ما كتشاهدوا هذه هي المرسى بوزيد سير. دابا ديال التهويده ديال سيدي بوزيد كنقولوا حنا راس اللفعه، باش معروفه المنطقه راس اللفعه هي هذه، لانها كامله فيراجات كيف ما كتشاهدوا. وتحيه لخوتي المغاربه في جميع انحاء العالم. هذا الفيراج هنايا هذا علاش تسمات راس اللفعه. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ويرضيكم، يكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا والف مرحبا. هنا بالنسبه للقهاوي او الريستورات ديال الحوت اللي كيتواجدوا في سيدي بوزيد كذلك هما هادو. اليوم حنا راه تغدينا عند با ميلود او الحاج ميلود باش كيتعرف، هما هادو. ومرحبا بالجميع. صافي ان شاء الله دابا باش غادي ندور من هنا باش غادي نهبطوا للمدينه الكورنيش الثاني، فين كاينه مثلا فين نقولوا حنا فين الكورنيش ديال شارع الرباط. هذه هي المرسى من هنا من ندخلوا لها. نتمنى هذه الجوله في مدينه اسفي تروقكم وتنال اعجابكم وترضيكم، ومرحبا والف مرحبا بخوتي المغاربه والناس اللي دخلوا عندنا جداد، مرحبا بكم والف مرحبا بكم. Thank you.
هنا دابا جينا للكورنيش ديال المدينه كيف ما كتشاهدوا. التراب الصيني، هاد البلاصه كانت هنا التراب الصيني، كانت عباره عن كانوا ديور معاتير قدام شي تريب مع مرور الزمان، لانه كان قايل للسقوط اصلا. المهم راه صوبت لاتيراس هنايا وصوبت الكورنيش قادوه كيف ما كتشاهدوا. ونتمنوا الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، والف مرحبا بالجميع في قناه خوكم عزيز العبدي. حنا كنا طالعين لهيه من المرسى الفوق سيدي بوزيد، يعني تبعوا الاتجاه ديالي، سيدي بوزيد راه بقى الفوق. دابا حنا جينا ما بين باب الشعبه شارع الرباط قصر البحر، هذه هي المدينه التراب الصيني، يعني كنقولوا حنا هذه البلاصه هنايا التراب الصيني. هنا بالنسبه ل اسطنبول ملابس تركيه رجاليه، العبدي هو جا عند الاصدقاء ديالو في هذا المحل اللي كيتواجد في شارع الرباط، بالنسبه لهي كنقولوا حنا الباساج قريب من كافي فرانس. هذا هو شارع الرباط الخرجه ديالته. من هنا العبدي من كيتقدى الملابس ديالو. اليوم غنبدلو لكم السيل، مال فين كنشاركو معكم الملابس النسويه، اليوم غنشاركو معكم الملابس الرجاليه. كيف ما كتشاهدوا بالنسبه للصبابات سماطي كرافطات، المهم على حسب لافيست كوستيمات او كومبلي كيف كنقولوا حنايا، لي سوميج او القميجه او السوريه. العديد من الالوان والاشكال كيف ما كتشاهدوا. ومرحبا بكم معنا في هذه الجوله الرائعه اللي قلت لكم كتواجد شارع الرباط. دابا جينا من سيدي بوزيد لشارع الرباط باب الشعبه كورنيش ديال التراب الصيني. الاسم ديال المحل اسطنبول، وعزيز عبدي كيحيي الجميع. الدراري شادين فيا، قالك خاصهم يديروا لي شي مثلا شي تمثال ولا شي حاجه، يعني انا معروف سبحان الله العظيم كاع الناس كامله كتعرفني وجهي نقي مع الناس. وكي قلت لكم هو هذا، الله يخرج سيرفيسنا وسيرفيسكم على خير، هذا هو اللي كنطلب. بالنسبه للانواع ديال السراول ديال الجين كاليتيات الاسماء لاطوال توب، المهم على يعني اي واحد بغى شي شكل ولا بغى شي حاجه كيلقاها. انا خديت من عنده هاد سميتو هاد النوع من هاد السروال كيف ما كتشاهدوا، وخديت من عنده هاد السروال. كي قلت لكم بالنسبه الملابس اللي كناخذ من عنده هما هادو نيت لي لابس، ها هو السروال كيفاش كتشاهدوا في البلو مارين. والمهم هذا هو الجوله ديالنا في المحل اليوم، نتمنوا تعجبكم وترضيكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بالجميع، مع اخوكم عزيز العبدي طباخ المناسبات. وبارطاج بارطاج بارطاج، وما تنساوش اللايك وما تنساوش الابوني مع احبابكم ومع اصحابكم، والله يجازيكم بخير. وكنشكركم كاملين بدون استثناء، ما عنديش فرق في شي واحد فيكم او في شي واحد فيكم. الله يحفظكم على الناس اللي قالوا الكلمه الطيبه او حتى اللي ما قالوش كلمه طيبه، ما عنديش مشكل. انا راه كنحاول نقرا الكومونتيرات كاملين وكنعرف الاراء ونجاوب على بعض الاسئله. وشكرا شكرا شكرا بزاف لكم ما لهاش الحد. مرحبا بكم مع اخوكم عزيز عبدي، وكملوا معنا ان شاء الله الجوله، ونتمنىها تروق لكم وتعجبكم وترضيكم. راه معايا شي اصدقاء من كازابلانكا وجاو هنا بغاو ياخذوا شي حاجه، المهم هما جاو تقداو من عندهم المحل عجبهم، حتى الاثمنه اقسم بالله الا لقاوها، يعني لقاوها مناسبه.
مثلا انا ما غنقولش لكم مشيت لهاد المدينه ولا لهاد المدينه والاثمنه طالعه، ما غنخسر حتى في مدينه، ولكن بالنسبه لهاد المدينه مثلا مدينه اسفي وها خصوصا هاد المحل كناخذ من عندهم حويجات في مستوى، يعني حتى الاثمنه في مستوى. هادشي اللي كاين تبارك الله السيد مي، مرحبا بك. ها واحد السيد مي واحد السيد مي خياط ديالنا كينقص ليا من السراول من طول، تبارك الله عليه وحياه كنحيوه. ومرحبا بكم. بالنسبه للتيشورتات كيف كتشاهدوا الالوان، كيف ما كتشاهدوا هذا هو شارع الرباط، فندق المحيط هو هذا. كيف ما كتشاهدوا هذه مقهى الباهيه بآسفي، تبارك الله اصلا عندي. كيف ما كتشاهدوا معنا لطراز ديال الباهيه من الفوق، هنا شاد على الشارع ما بين شارع الرباط وباب الشعبه حتى سيدي بوزيد، طلع ديال سيدي بوزيد. هنا اسفي من الفوق من سيدي بوزيد. دابا انا جبت عندكم وقربت لكم الصوره بما امكن. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم يرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا الف مرحبا بالجميع في مطبخ عزيز العبدي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مع فيديو جديد ان شاء الله، وتكون في دائما الاستفاده. اليوم غير بغيت ندير معكم هذه الجوله ونوريكم مدينه اسفي، ونوريكم يعني الحويجات الزوينه اللي فيها، باش حتى الانسان اللي كانت واخد شي فكره غالطه ولا شي حاجه توضح لي. راه بلاد الامن والامان، والحمد لله راه الناس طوب حجر، فين ما مشيتو كتلقاو الناس طوب حجر، فيهم الخيب وفيهم الزين، واللي زين زين للناس كاملين، واللي خايب راه خايب على راسو. وبلادنا الحمد لله راه كامله زينه من طنجه للقويره، وتحيه لخوتنا المغاربه والشعب المغربي، والله ينصر سيدنا والله يطولنا في عمرو. رحنا كيف ما كان الحال رحنا مسلمين وبلاد الامن والامان، وتحيه للشعب المغربي كامل، وتحيه لاخواننا المسلمين العرب في جميع انحاء العالم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته للمره الثانيه. شوفوا الديكور ديال مقهى الباهيه بالضبط في شارع الرباط، هي الشوكيه اونفاس مع بنك المغرب. الديكور ديالها كيفاش داير، حافظه على الاصاله والمعاصره والتراث المغربي الاصيل، وحتى بالنسبه لهذا الفسيفساء او الزليج شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيكون. ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. النقش على الخشب، هذا السقف Thank you.